بسم الله ربنا ثبت أقدامنا واجعلنا شكر السلام شكر نجاح يا كريم ورزقنا الفلاح. قل ربنا صم بكم عمي وهم لا يعقلون. مولولا لا يهتدون وهم لا يعقلون حتى هم لا يعقلون. أما أنا لا يعقل ختمت بي الآية الثانية 171 والأخرى لا يهتدون من الكلب لا يعقلون شيئا. يعني الآيتين عندهم كما تقول في خاص مشترك أن لا عقل لهم، والذي لا عقل له يستعمله فيما يريده فهو من الخاسرين وليس يتمتع بأي هدى من رب العالمين. والسلام على رسول